السلام عليكم أزول فلاون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في جديد أخبار شبيبة القبائل لنهار يوم. طبعا الإدارة لم تتحدث إطلاقا عن مستقبله وبن شيخة محل ثقة المسيرين، وينتظرون رد فعل قوي يعني في وهران. المدرب اعترف بخسارته تكتيكيا أمام مضوي، لكن الوقت ليس مناسبا للمحاسبة، لكن تحسين الوضعية ضروري، يعني الفرصة مواتية للتعويض، لكن المهمة لن تكون سهلة. يعني ربط اسمه بالسيربي غير منطقي إطلاقا. طبعا حديد مرشح للمشاركة أساسيا أمام الحمروة. الحارس الشاب يعني أدى مباريات قوية نهاية الموسم الماضي، منحه الفرصة، سيكون في صالح بن رابح أيضا، وأنصار الشبيبة سيستفيدون من 5000 تذكرة. طبعا كل الفرق الزائرة تحصل على نفس الحصة في وهران. تضارب الآراء يعني حول صيغة بيع التذاكر، ربما سيكون عبر موقع تذكيراتي. بولايا يطالب بتغيير منصبه في المباريات القادمة، أكد أنه ليس معتاد على اللعب كرأس حربة. طبعا أكد أنه ليس معتاد على هذا المنصب، أشار إلى أن قوته تكمن في القدوم من خلف واللعب خلف المهاجمين. معطلة وبركان جديد التشكيلة في الباهية. الاختيار سيكون صعبا والحلول متوفرة، على المدرب اختيار الأسماء المناسبة مستقبلا. نتمنى كل التوفيق لشبيبة القبائل. لايك لهذا الفيديو.